أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حريصة على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة لمواصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة لبلدان ومواطني المنطقة. وأشار سموه إلى نهج المملكة الذي يرتكز دوما على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، وما توليه من اهتمام مستمر لدعم ومساندة كافة الجهود الدولية من أجل تعزيز مساعي الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم معالي السيد نفتالي بنيت رئيس وزراء دولة إسرائيل، الذي يزور مملكة البحرين في زيارة رسمية لها بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين. سلام دولة إسرائيل وسلام مملكة البحرين. سلام. وقد رحب سموه بمعالي رئيس وزراء دولة إسرائيل في مملكة البحرين، ونوه سموه بأهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية، ويعود بالخير والنماء على البلدين. We'll be right back.
هذا وقد عقد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع معالي رئيس وزراء دولة إسرائيل، حيث تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل على كافة الأصعدة. هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين لمعالي رئيس وزراء دولة إسرائيل والوفد المرافق.